اللي بيكبر في الصحراء بيربي نخل في حوش بيته، يوم يجي ياكل من تمره أو يستفيد حتى بزيته. جوه النخيل سر إلهي، شجر مبارك طول عمره. دي العدرة هزت جذع النخل، نزلت عليها رطب تمر، أبريم وزغلول ملكامي، وبنت عيشة وسماني، طقطقت بتمودة وبرجي، جرجودة أبيض وحجازي، على كل شكل ولون منه. تلقى البلح طارح يا نخيل، موسم وتجاره استنوا، طرح النخيل على شط النيل. صباح الفل يا عم سعد. كل سنه وحضرتك طيبه، وحضرتك بألف صحه وسلامه، ربنا ما يحرمناش من حكاويكي كده. الله يخليك. ايوه قول يا رب، قول يا رب، احنا لسه جداد. ربنا ما يحرمناش من حكاويكي وتفضل حكاوي ممتده طول العمر يا رب. حكاوينا كلنا ما يسكتلناش لسان ابدا. المصريين. امين يا رب، امين يا رب، امين. عم سعد حضرتك اشهر واحد واقدم واحد في سوق البلح ده. والله مش اشهر ولا اقدم، هو ده بس يعني اعزاز من حضرتك، واخد بالك؟ انا واحد من اللي يعرفوا عن سوق البلح ومن اهل سوق البلح، عم سعد ومن عشيره تجاره الغلال والبلح الابريمي واليميش في ساحل رود الفرج. احنا اشهر او من اكبر المصدرين في البلح يا عم سعد، علشان احنا بنطلع اكبر كميه ولا اكتر انواع ولا افضل اصناف؟ يعني ليه احنا متميزين؟ الاسباب اللي حضرتك قلتيها مجتمعه كلها. احنا عندنا اكتر من 65 نوع من البلح. عندنا تجفيف ليس له مثيل في أي دولة عربية أو أوروبية. ليه؟ لأن البيئة اللي بيخرج فيها البلح خصوصاً إقليم النوبة وقصر إبريم في النوبة، عشان كده يسموه البلح الإبريمي، وأسوان وبر تمودة، عشان كده في بلح اسمه برضه بر تمودة. الأقاليم دي شديدة الجفاف، نسبة الرطوبة فيها صفر، فبيكون البلح عندنا مجفف بطريقة محفوظة جيداً، فبيطول عمره وتساعدنا على ان احنا نصدر. فهو كثره الانواع في التصدير ينفعك بقى طبعا، لانه بيقاوم شويه، واخد بال حضرتك؟ رغم طبعا البلح الثاني اللي هو العراقي والسوداني. أيوة. الجفاف بتاعه بيكون اقل، نص جفاف. تلاقي العراقي نص جفاف ونص طراوه، هو عامل زي العجوه كده شويه، قريب من العجوه شويه. البلح بتاعنا بيقاوم، حتى البلح اللي هو ما بيجففش اللي هو البلح البرحي ده من افضل انواع البلح على مستوى العالم، والتصدير فيه بنسب عاليه جدا. طيب انت المحافظات اللي بيجي لك منها البلح، مثلا بنسمع عن البلح السيوي والاسوان، في محافظات اكتر من محافظات بتطلع انواع معينه؟ طبعا محافظه اسوان رقم واحد بالنسبه للبلح الجاف. اسوان كمحافظه من اولها لاخرها، يعني ابتداء من مدينه اسوان وانتهاء باقليم النوبه عند حدود السودان، كل ده نخل بيطلع، كل ده نخل البلح الجاف، بينشر على الرمال ويجفف لمده شهرين بعد حصاده. بس زرعينه برضه في المنطقه ولا زرعينه بقى من حته ثانيه؟ في المنطقه. اي بلح بيزرع خارج محافظه اسوان لا يحتفظ بجفافه، بنسميه بلح طري. فاحيانا بيضطروا يحمصوه في افران عشان يبقى ماسك نفسه، لكن بيبقى مرر لانه سكره محروق زي بلح الاقصر. انت بقالك كام سنه في السوق هنا؟ والله احنا من ساعه ما دي مهنه اباء ومهنه جدود بنتوارثها، لان هي المهنه دي اللي اسستنا وعلمتنا وكبرتنا وعملت لنا وضع وشأن، فلا بد ان احنا نتوارثها جيل بعد جيل. لكن حضرتك اصلا مش تاجر، انت اصلا تعليمك؟ انا الحقيقه اشتغلت مقدم برامج من اذاعه والتلفزيون، ما شاء الله. الله، اشتغلت مدرس لغه انجليزيه، وبعدين بقالي 30 سنه او 32 سنه مرشد سياحي. مرشد سياحي. لكن المهنه لابد نتوارثها ولو بالعلم والتجربه والممارسه، عشان نورثها للي بعدنا، عشان نحافظ على استمراريتها. انت بتتكلم لغات ايه يا عم سعد؟ والله كنت بتكلم انجليزي، فرنساوي، ايطالي، بعض الاسبانيه، بعض الالمانيه، طبعا عشان قعدت 25 سنه بمارس الارشاد بالانجليزي بس كتر الاعداد، فبقيت اللغات التانية صدت شويه، عايزه شويه تلميع. لا بس يعني. لو شويه تلميع كده. ايوه طبعا. في مكسب في البلح يا عم سعد؟ طبعا في طبعا. مكسب. مش هنضحك على بعض. وليه نضحك على بعض؟ بنعمه ربنا في حد. مكسب كبير كمان. بس هو مكسب تجار البلح اصحاب الشون الكبيره في العموله، مش في تجاره البلح كصنف. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ ان العميل بتاع اسوان صاحب الارض والزرع والمنتج عشان يبيع بلحه بياخد فلوس من التاجر مقدم عشان يجمع المحصول، ولما يجمع المحصول بيجيبه عشان يبيعه في الشونه، فانا كصاحب شونه
باخد عموله على كل شوال نازل عندي. الشونه اللي هي الحته اللي بيفردوا فيها. تمام، اللي ببيع فيها. فاللي بيحصل مثلا جاب 1000 شوال، انا ليا مثلا عموله على كل شوال 50 جنيه. اذا اجمالي عمولتي 50000 جنيه. ماشي. يضاف اليها اللي هو سحبه مني اللي سالفه بقى دافع 10 20، بيبقى التوتال انا ليا 60 70. من البيع بتاع البلع بخصم المبلغ بتاعي وبديله هو الباقي بتاعه، كسبان ربحان. واحيانا انا كصاحب شونه بشتري المحصول لنفسي وابيع بقى فيه حسب ما ربنا بس بيكون العميل كسبان برضه. طب ولادك بيشتغلوا في نفس المهنه؟ لا والله، انا ابني كان يجي يساعدني احيانا، لكن هو شغال محاسب في شركه سياحه. السنه دي ما جاش، وما اعتقدش ان هو غاويها قوي يعني. مش غاويها قوي يعني. لكن انت غاويها. وان كان هيمارسها فيما بعد غصب عنه. ما هو محاسب وبعدين سياحي، ما انت ما ينفعش تورثه كل حاجه، ما انت ورثته السياحه اهو. وهيورثها برضه كل غصب عنه، هيمارسها برضه، لان هو هيضطر. هو هيدير العين ازاي؟ ما هيضطر انه يتعامل مع عين. يعني ايه يا عم؟ المكان، المحلات يعني. اسمه عين. المحل بنسميه العين، عشان كده لما كنا نقول الناس دي من الاعيان يعني اصحاب محلات. فعلا؟ دي بقى تخصص الاستاذه ساميه الاتريبي الله يرحمها. الله يرحمها. بس انا كنت فاكره ان الاعيان هم ملاك الاراضي من الاعيان، والزوات هم الفرنساوي وبيانو. لا، هم الاعيان اصحاب الاراضي والمحلات. ما هو اراضي بما عليها من مباني. مظبوط مظبوط. عم سعد، بصفه حضرتك من زمان قوي هنا وكمان كمرشد سياحي، السوق هنا ليه تاريخ كبير يعني. طبعا. منطقه شبرا ومنطقه رود الفرج والسوق وسوق الغلال، تقدر تقول لي ايه عنه؟ هقول لحضرتك حاجه بسيطه كده ابدا بيها الرد على سؤالك. تتعرفي حضرتك ان الشارع اللي جنب مبنى الاذاعه والتلفزيون اللي مسمينه شارع ماسبيرو هو اسمه الاصلي شارع ساحل الغلال؟ ساحل الغلال. شارع ساحل الغلال، واليافطه موجوده حتى الان. صحيح. والسوق بتاع الساحل ده ما كانش هنا بس، كان ممتد من هنا الى ساحل اثر النبي. اثر النبي؟ ساحل اثر النبي في مصر القديمه. اللي هو هناك خالص. اللي هو في مصر القديمه. وده كان بيعتبر الميناء بتاع منطقه رود الفرج واغلب القاهره فيما بعد، لان المراكب كانت بتيجي وبترسو هنا من ابلي ومن بحري. جايه بقى من ابلي ومن بحري وتفرغ بضاعتها هنا على طول الخط ده من هنا لغايه ماسبيرو، وبعد كده امتد من ماسبيرو لغايه مصر القديمه والمعادي. طب بقول لك ايه يا عم سعد، ما دام انت دلوقتي هتعلمني عشان ما يضحكش عليا. لا العفو. انا عايزه بقى، لاني البلح ده 100 صنف و100 لون، وده ب 15 وده ب 12 وده ب 13، عايزاك تفرجني الشويله كده وتقولي ده الصنف ده اسمه كذا وده بكذا. هقول لحضرتك على الاسماء التجاريه الصرفه اللي هو دي اللي هي الاسماء الاصليه للبلح. ايوه. والاسماء التجاريه اللي احنا الدلع. بنعمل الدلع بقى. واتفضلي حضرتك اقول لك الانواع والاشكال. يلا يا عم سعد. اتفضلي يا فندم. ياه، يا مين يصدق إن المنطقة دي كلها كانت في الأصل جزيرة وسط النيل اسمها جزيرة الفيل. ومع الزمن وعوامل التعرية اتصلت الجزيرة بالأرض وكونوا حي شبرا ورود الفرج. في المكان ده كانت المينا، مينا الغلال، المركز الرئيسي اللي بيتجمع فيه التجار والبحارة اللي جايبين الغلال وبلاليس العسل والبلح من الجنوب عشان يبيعوا ويشتروا في الشمال. ولخدمتهم اتعملت تعريشه من البوص وجذوع النخيل عشان يقعدوا يستريحوا ويشربوا شاي، في الاخر يدفعوا شويه قمح ولا تمر. شويه بشويه اتطورت الخدمات وتحولت التعريشه لدكك، والشاي بقى مع الفول والجبنه القديمه والعيش الشمسي، وكترت الزباين وزادت حجم التجاره، وبقى الاسم سوق الغلال، سوق نار على علم. وفي سنة 54 اتنقل السوق من الكورنيش لمنطقة الساحل اللي احنا فيها دلوقتي، ولسه المكان قريب من النيل وشايل حلاوة زمان. جميل قوي المكان ده يا عم سعد. ده الشونة اللي احنا بنعمل فيها المزادات لبيع البلح. مزادات يعني البلح. مزادات البلح، بتتجمع العملاء اللي هم المشترين، بتنزل طبعا العربيه بتتفرد على الارض حسب الرقم والعلامه اللي على كل مجموعه شوله، وبتتفرز لوحدها، وبعدين بنبدا نعمل المزاد على كل مجموعه، بتتلم مجموعه من التجار المشترين، بنفتح المزاد، اللي بيزود اللي بيرسل عليه المزاد في الاخر بيشيل. وجمله مشهوره قوي دايما نقولها
في نهايه المزاد اول ما يرسم المزاد على واحد نقول خيط عشان هيخيط شوال، او ننادي نقول خياط يجي خلاص يخيط شوال، ده طلع ياخد رقم باسم صاحبه. الله تمام. طب انت شغال في البلح بس ولا شغال في اليميش كمان؟ لا شغال في اليميش حقيقه، لان انا موسم اليميش بالنسبه لي زي موسم انعقاد الامم المتحده. فعلا بشوف من كل دوله منتج هو بتتميز بيه البلد. طب قول لي بقى، عشان اليميش غالي جدا وما يتنصبش علينا، يعني ايه اجود الانواع اللي عندنا؟ افضل نوع في المشمشي على مستوى العالم التركي. ها. افضل انواع الخروب القبرصي. ها. افضل انواع التين التركي والسوري. افضل انواع العرقسوس السوري والافغاني يليه. والفستق. افضل انواع الفستق والبندق واللوز الامريكي. افضل انواع الكاجو الفيتنامي. افضل انواع الاراسيا الارجنتيني والشيلي. وبعدين الاسباني، بس الاسباني بتبقى طريه شويه مش ماسكه نفسها. دي عصبه الامم. عصبه الامم المتحده. افضل انواع الكركديه المصري. حلو كويس، خلينا نختم الاسواني بالذات يعني. نختتم بالكركديه. فيما عدا ذلك بلح. بلح اللي هو الاساس. عم سعد حضرتك وعدتني ان احنا لما نيجي هتوريني على اصناف البلح الاصلي بقى. تمام. واسماءه وانواعه. تمام. رغم ان حضرتك زي ما قلت لك ان عندنا اكثر من 65 صنف بلح، ولكن احنا ناخد بعض الاصناف الشائعه. بس قبل الاسماء التجاريه، الاصناف اللي المفروض ان نعرفها. عندنا السكوتي وعندنا الجنديلة وعندنا البرطمودة وعندنا الملكابي وعندنا الدجن، أسماء كتير، وعندنا الشامية نسبة للحتت اللي هي جاية منها. نعم مثلا البلح. نعم، في منها ما هو نسبة إلى المكان اللي جاي منه البلح، وفي منها ما هو ده اسم تجاري سموه أهل المنطقة اللي بيزرعوا فيها، يعني زي برطمودة مثلا جاية من برطمودة، ودي منطقة في أسوان. بتنتج نوع من البلح الذي يؤكل أولا قبل استعماله في الخشاف. في مثلا البلح السكوتي ده جاي من الإقليم في النوبة، وبعض محافظات مدن اسوان زي كومومبو مثلا. في الجنديله، هو الصعيد سموها جنديله، هنقول عليها الجنديله لانها مخروطيه الشكل وتشبه القنديل، نازله مخروطه كده. جنديله عشان كده بالجيم. جنديله. في الملكابي، وده اسم نوبي على البلح السمراء الطويله الملسه، لكن سكرها تركيز شديد جدا ومعسله قوي. قصه بلح والله العظيم، انا منبهره يعني. الله يخليك. هو كله يندرج تحت بند البلح الابريمي بالنسبه لقصر ابريم في النوبه. دي افضل مناطق تجفيف البلح في اسوان عامه، ولكن بتبقى النوعيات بتختلف من حيث الجوده والسعر حسب قوه البلحه وحلاوتها وجودتها. زي مثلا اللي قدامنا الصغيره دي، حلف يعني شمال الاطلنطي، بنسميها حلف شمال الاطلنطي على اساس. في بعد كده اوكرانيا. اوكرانيا هو طبعا نسبه للاحداث الجاريه يعني، ولكن هي واخده 25 جنيه. البلحه حلوه وكويسه زي ما اوكرانيا برضو حلوه وجميله. وفي سكر هانم، دي تركيز سكر عالي قوي. البلحه منها بمقام تقريبا ربع كيلو من البلح الثاني، بلحه واحده تتحط في الكوبايه. وعندنا بوتين هنا ب 35 جنيه، واخد سعر عالي بصراحه، يعني قوي وعافي وشايف نفسه، ما حدش قادر عليه ومش اي حد يقدر يشتريه، فمدين له اسمه بوتين. بس انا معايا هنا محمد صلاح ب 40 جنيه. دي نوعيات ثانيه موجوده حضرتك. محمد صلاح 40 جنيه ما شاء الله. ياسمين صبري 30 جنيه. صبري طبعا بقلبه مفتاح. والحاج الضوي ده قلب انا، ده والحاج الضوي كوميديان الصعيد الاول يعني. وعفريت مراتي ده اسمي المفضل. والله ده اسم بلحي المفضل. عشان انا وانا مروح هاخد منه. جدع جدع بالظبط كده. وكل سنه وحضرتك طيبه، والاسماء كتير والنوعيات كتير، والمهم الناس تبقى مبسوطه وتعيش رمضان، وكل رمضان وكل سنه عليك. بس حضرتك يعني واضح ان انت يعني قارئ كويس، متابع كويس. بتحب بقى مزيكة ايه؟ بتحب السيما الاجنبي ولا المصري وانت بتتكلم لغات؟ شوف حضرتك، هو العلم به طرف الامم، ده ما فيش جدال. وطالما في متابعه علميه لكل احداث جاريه، دي تساعدنا انا سواء كان في الشغله دي او في شغلي الاساسي في الارشاد السياحي. تفتكر الانسان اللي عارف كل حاجه دمه اخف من البني ادم اللي مش عارف؟ لا، في وسط الناس يبقى دمه اتقل. مش نكتته حاضره كده؟ دي نكتته حاضره، بس هو اللي يستمتع بيها، الغير ربما ما يفهمهاش. انا عشان كده سالتك. انت وحيد يا عم؟ يعني لحد انا والله بسمي نفسي الوحيد يعني، حتى انا بقول لهم كده، اللي زي يعيش وحيد وهيموت وحيد يعني. يمكن مش عشان السبب ده، هو ربما كان اختلاف في الفكر، ولكن كل الناس على مستوى عالي جدا من الفكر والاخلاق والادب، بس قد اختلف معاهم وقد اتفق. بتحب السينما العالميه؟ انا اسمع. طبعا. طبعا. بتحب مين؟ روبرت دينيرو، روبرت ميتشوم. روبرت ميتشوم. والباتشينو،
وهامفري بوجرت ده المفضل عندي. هامفري بوجرت ده بحب الافلام الفيلم نوع القديم ده، وخصوصا الافلام مش هنقول الاكشن، خصوصا الافلام المشتهره انها بوليسيه او انتليجنس يعني. طيب. دي الحاجات المفضله ليا. احنا اتبسطنا قوي قوي معاك النهارده، الله يخليك يا عم سعد. والله انا اسعد يا مدام، كل سنه وعليك طيب. لما بشوفك بحس ان مصر جميله ومصر الله خير. رمضان كريم. الله رمضان اكرم. الله يخليك. بص احنا عندنا عاده لطيفه في البرنامج، عندنا زميلنا فنان بورتريه بيعمل دايما بورتريه للضيف بتاعنا وبنديها له عشان يتذكرنا بالخير لما نمشي، تنساناش. يبقى اكيد الاستاذ عبد الله. عبد الله بالظبط. وادي البورتريه بتاع حضرتك. جميل. شوف بقى هتعلقه في المخزن. الله ينور عليك يا استاذ عبد الله. ايوه تسلم ايدك يا ريس، كل سنه وانت طيب. لا ده هنعلقه على شوال بلح بقى. كل سنه وانت طيبين. وانت بألف صحة وسلامة. الله يخليك يا فندم. الاسم سعد ومهنته مرشد سياحي من سنين عدة، ودي مهنة هو مارسها وورثها عن أبوه وعن جده. 30 سنة بيشتغل، 30 سنة بيدي، هو وأهل السوق إخوات وضهر في ضهر، من كل يوم واحد ولحد آخر الشهر يتلموا في الأفراح وتاخدهم الحكايات. مشروع حياتهم نجح، والسر جمعيات.